معكم اخوتي، اهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفه فاطمه. ما شاء الله فوسفه الجدران نوجد معكم واحد الوصفه اللي سهله وسريعه. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. في المقادير كمكونات اساسيه عندي هنايا كيلو ديال البطاطا، وكذلك عندي هنايا صدر الدجاج، عندي هنايا 200 غرام ديال صدر الدجاج. اول حاجه غنقوم بها قشر هذه البطاطا. من الافضل كان تكونوا كتسرقوا البطاطا استعملوا غير البطاطا الصغيره، لكن انا ما كانتش متوفره عندي، داكشي علاش سلقت هذه كبيره شويه في الحجم. دابا من بعد ما قشرت البطاطا هاد الحبات هادو، يعني نقسم تقريبا البطاطا على ثلاثة حبة ونصف، غنخليهم نقطعهم طريقات صغار، وهاد الحبات هادو غنمعسهم مزيان. ندوز بعد باش نمعس هاد البطاطا، نمعسها مزيان بهاد الشكل. من الأفضل تمعسو البطاطا وهي سخونة باش هكا دغيا تمعس معاكم، فأنا هنايا بردات معايا شي شوية. دابا من بعد ما معس البطاطا مزيان، ماشي مشكل يعني باقا ما تمعسات مزيان، عاد نزيد نطيبها وتمعس اكثر. غندوز هاد البطاطا هادي، نحاول انا نقطعها بشكل عشوائي، يعني ماشي ضروري تجي مقاده. عندي هنايا واحد البصله كبيره قطعتها طريفات صغار، نضيف لها شويه ديال الملحه، بالنسبه للملح يعني حسب الذوق. غنضيف لها كذلك واحد شويه ديال الزيت النباتيه. دابا نخلي هاد البصله حتى تطيب ونتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا الوصفه. دابا بعد ما طابت البصله كما كتشوفوا معايا فولا اللون ديالها ذهبي على هذا الشكل. دابا نقص منها هكا واحد جوج معالق غنحتاجهم في البطاطا. بهذا الشكل بالنسبه لهاد البصله المتبقيه غنضيف عليها هنايا صدر الدجاج اللي وريت لكم من قبل، فانا قطعته هنايا هكايا طريفات شويه غلاط. نضيف له واحد نص معلقه صغيره ديال الحامض المخلل، كذلك نضيف له واحد شويه ديال الملح، فلفل اسود اللي هو البزار، قليل من بودره الثوم. لما كانت عندكم بودره الثوم استعملوا يعني نص من فص الثوم، استعملوا غير شويه ديال الثومه باش ما تجيش مجهده. كذلك عندي هنا شويه ديال الحار يعني حسب الرغبه، زنجبيل. ايضا غنضيف شويه ديال الزعتر تقريبا هكا واحد نص ملعقه صغيره، نحاول انا نفردو هكا باليد ديالي. كذلك غنضيف واحد شويه ديال زيت الزيتون. دابا غنزيد في السرعه ديال البوطا شي شويه، يعني غير شي شويه ماشي بزاف، وغنبدا نطيب الدجاج باش هكا الدجاج يجي فتي، ما يجيش الدجاج قاصح. كما كتعرفوا يعني الدجاج الا نقصنا له البوطا وحنا كنشحروه كيجي قاصح في الماكله، يعني ما كيبقاش فتي. دابا نحرك الدجاج مزيان ونخليه حتى يطيب. انا نار كما قلت لكم شويه مجهده، يعني تقريبا متوسطه، يعني ماشي النار ميته. دابا بعد ما تشحر الدجاج وطاب غنحيدو من المقلات. دابا كما كتشوفوا معايا فالمقله بقى لي فيها هكا شويه ديال الزيت وكذلك شويه ديال البصله، غنضيف لها البطاطا اللي عندي مقطعه، يعني ماشي داك البطاطا اللي معسته. غنضيف لها شويه ديال الفلفل الاسود، يعني غير شويه ما نكثروش من الفلفل الاسود. وايضا غنضيف لها الملح، نخليها تشحر غير شي شويه وتمتص لها الزيوت اللي خلاها لنا الدجاج وكذلك العطريه اللي خلاها الدجاج. ما نضيفو لا زيت لا والو، يعني نحركوها غير هاد العناصر، نخليها هكا واحد دقيقه نديرها على النار. دابا بعد ما تشحرت البطاطا، يعني كما قلت لكم ما كنخليوهاش بزاف غير شي شويه، دابا نحيدها من المقلات. نفس المقلات غنضيف داك البصل اللي احتفظت به في الاول، غنضيف كذلك البطاطا اللي عندي معوسة، بالنسبة للنار فأنا طفيت النار باش هكا نضيف العناصر على خاطري. كذلك غنضيف واحد شوية ديال الملح، غنضيف واحد شوية ديال الفلفل الأسود اللي هو البزار، يعني كما قلت لكم في الأول ما نكتروش بزاف من العطرية، نضيفو غير شي شوية. لحقاش البطاطا عندنا يعني قسمناها وكل حاجة تبلناها بوحدة، لهذا ما نكتروش من العطرية. هاد المرحله غنضيف واحد شويه ديال بودره الثوم، اللي ما عندوش بودره الثوم ما يضيفش الثومه بتاتا، يعني ما يضيفش الثومه العاديه لحقاش كتجي ما زويناش مع البطاطا. ايضا غنضيف واحد الحبه ديال الجبن المثلث. دابا نشعل النار على العناصر،
نحاول انني نمعسهم مره ثانيه كما قلت لكم في الاول، يعني عاد نزيد نمعسوهم غير بشويه حتى يذوب لنا الجبن، وكذلك يعني دخول داك البصله مزيان في البطاطا، البطاطا كتشرب لنا يعني داك التوابل اللي درناها. نخليوها حتى طيبه كي واحد جوج دقائق ولا ثلاثه دقائق تتولي معلكه. بالنسبه للنار فعندي النار منخفضه، خاصها تكون في هذه المرحله النار ناقصه. صراحه هذه الوصفه كتجي بنينه بزاف، كنتمنى ان شاء الله تتبعوا معايا المراحل كاملين وتجربوها. بالنسبه للبصله يعني ضروري ما تطيبوها مزيان باش هكا ما يجيش المذاق ديال البصله عيان في البطاطا. داكشي علاش في الاول كنت كنقول لكم البصله خليوها حتى تشحر مزيان على نار منخفضه. دابا من بعد ما معست البطاطا مزيان وخليتها حتى تشحرت، دابا نطفي عليها النار. دابا في هذه المرحله كما كتشوفوا معايا فجميع العناصر ولات جاهزه. عندي هنايا الدجاج فانا قطعته طريفات صغار يعني فرتته باش كيعطيني الكميه. كذلك هذه هي البطاطا اللي شحرناها وهذه هي البطاطا اللي معسناها. بالنسبه لهاد البطاطا اللي معسناها فانا نسيت ما ضفتلاش الزعتر، غنضيفو معاكم دابا. هو من الافضل تضيفو ملي تكونوا كتشحروها كما كتشوفوا معايا، غنضيف غير شي شويه يعني ما كتروش، نحاول انا نحكم مزيان بهذا الشكل. كما كتشوفوا معايا البطاطا قصاحت ملي كيكونوا كنشحروها كتبقى تبان لنا بانها جاريه، غير كنزلوها كتبقى تقصاح. هاد المرحله غندوزو للتحضير. عندي هنايا واحد الطاجين يمكن لكم تستعملوا يعني صحن اولا اي حاجه بحال هاد الصفر ديال الدجاج. هاد المرحله غنضيف واحد شويه ديال الزيت النباتيه غير شي شويه كما لاحظتوا معايا من الاول، يعني ما استعملناش الزيت بزاف حنا كنشحروا العناصر يعني غير شي شويه باش هكا كتجي يعني الوصفه ما كتجيش كتقهم. دابا غنضيف البطاطا. بسم الله، يعني البطاطا اللي عندي مقطعه طريفات كنضيفها هي الاولى، كيجي المذاق ديالها بنين خصوصا اننا يعني شحرنا داك العطريه ديال الدجاج. دابا غنضيف نصف هاد الكميه ديال صدر الدجاج. بالنسبه لهاد الكميه ديال الدجاج اللي بقات لي غنضيف له واحد شويه ديال الجبن الموتزاريلا غير شي شويه. كذلك غنضيف واحد شويه ديال الموتزاريلا فوق الدجاج اللي عندي هنايا. بالنسبه لهاد البطاطا اللي عندي فغنبدا نكورها كما كتشوفوا معايا، بدات كتماسك شي شويه مبقاتش خفيفه بحال الاول. كورها شي شويه من بعد نضع واحد الحفره في الوسط، نضيف له واحد شويه ديال الجبن وكذلك الدجاج بهذا الشكل. نحاول انني نغلقها واخا ما تجيش يعني متساويه ماشي مشكل. بالنسبه لهاد الطريقه يعني ملي كنعمروها بالجبن وكذلك بالدجاج ملي كنبغيو ناكلو البطاطا هكا كنلقاوها يعني في هذاك الجبن والدجاج كتجي بنينه. غنستمر على هاد الطريقه. دابا من بعد ما كورت البطاطا كامله، بالنسبه للبطاطا يعني ملي تكونوا كتكوروها الا بانت لكم كتلتصق لكم في اليد دهنوا اليد ديالكم شويه ديال الزيت. بسم الله، دابا غنضيف لها شويه ديال الموتزاريلا. بعد ما وزعت الموتزاريلا غنضيف واحد شويه ديال الحار. صراحه من الافضل تضيفوا الفلفل الاحمر اللي كيكون ملون باش هكا كيعطينا الكولون. انا ما عنديش الفلفل الاحمر، نضيف هذا الحار، هذا اصلا هو ماشي حار بزاف يعني يعطيني غير اللون. طبعا ندخلها للفران على نار منخفضه، نخلي الفرماج حتى يذوب مزيان، نشعل العافيه غير من التحت ونتلاقاو باذن الله. ودابا كما كتشوفوا معايا فهذا هو الشكل ديال البطاطا من بعد ما خرجتها من الفران، كتجي على هذا الشكل. صراحه كتجي رائعه. فانا نسيت قبيله ما ذكرت لكمش يعني ملي كتدخلوها للفران فانا طيبتها غير في الفران العاديه، شعلت لها البوطه غير من التحت، خليتها 20 دقيقه في الفران يعني حتى شفت الجبن هكايا داب مزيان. داك الساعات خليتها هكايا خدات واحد شويه اللون الذهبي يعني ما حمرتهاش بزاف غير شي شويه وخرجتها من الفران. دابا نوري لكم كيفاش كتجي من الداخل. بسم الله، كما كتشوفوا معايا كتجي رائعه صراحه، كتجي واعره ما كيجيش فيها الدهون بزاف كما كتلاحظوا معايا. واخا يعني درنا الموتزاريلا ولكن ملي كنا كنطيبوا يعني الدجاج وكذلك البطاطا يعني ما درنا لا دهون لا والو، غير شحرنا الدجاج غير شويه ديال الزيت. كنتمنى ان شاء الله تجربوها لحقاش فعلا كتستحق التجربه وكتجي لذيذه بزاف. ودابا ما بقى لي الا ندعكم، الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني بلي لايك، كذلك كنت اول مره كتشوفوني ما تنساوش تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. مع السلامه، نتلاقاو فيديو اخر.